يا اهلا ومرحبا فيكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير الكويت، وفي هذه المحطه الحواريه والمساحه الحواريه الثانيه من هذا البرنامج. ويسعدني ان اكون معي المهندسه اسماء خالد العنزي، مهندسه مدنيه ماجستير علوم بيئيه، والحديث اليوم عن مبادره ايكواب لنشر الثقافه البيئيه. اهلا ومرحبا فيك وشكرا على قبول هذه الدعوه. أول شيء مشكور أنت على الاستضافة هذه الحلوة، واللي اعتبرها دعم للشباب الكويتي المبادر، ويعطيكم العافية. أبرك الساعات. في البداية مهندستنا، نتكلم عن تعريف عن مبادرة إيكواب. أستاذي، هي مبادرة لنشر الثقافة البيئية وزيادة التوعية البيئية بين الشباب الكويتي. نعم. أيضا نتكلم عن الأهمية الخاصة بمثل نشر الثقافة البيئية الآن في الكويت، وبالتحديد من خلال هذه المبادرة. طبعا ما يخفى عليك أن أساس كل شيء، أساس التنمية المستدامة، أساس المجتمع، أساس النهوض بالاقتصاد، هو نشر التوعية البيئية بين فئة الشباب بالذات، لأنها هي تمثل أغلبية، يعني تمثل الشريحة الكبيرة في المجتمع. نعم. فاحنا ركزنا عليهم بهذه مبادرة المبادرة. إيكو أب مثل هذه المبادرات، يعني دائما تكون هناك قصة خاصة في نشأتها، يعني النشأة ثم تكون العملية الخوض في غمار المشاريع التطوعية الموجودة الآن في الكويت، وما شاء الله هناك يعني شباب وشابات كثر في المجال التطوعي. شلون كانت الفكرة، فكرة النشأة الخاصة بهذه المبادرة، يعني الأولى من نوعها التي تهتم بموضوع الثقافة البيئية؟ طبعا ما يخفى عليك أي فكرة بالبداية تكون صعبة، لكن مع سعي الإنسان لتطبيقها على أرض الواقع يلاقي وايد جهات تساعده وتمد له يد المساعدة. طبعا الفكرة جتني أثناء ما كنت أقوم في دراسة الماجستير في جامعة الخليج العربي في البحرين. لقيت أن وايد عندنا مشاكل بيئية، ومن أبرز هذه المشاكل قلة الإعلام البيئي وإشراك الشباب في الإعلام البيئي. هذه نادرا، ويمكن أقدر أقول غير موجودة. غير موجودة. فأنا حبيت إني أسوي يعني مبادرة إني أنا أوصل الشباب مع الجهات الحكومية والخاصة اللي اختصاصها البيئة. فكرة شخصية كانت. فكرة شخصية. جهود فردية. طبعا أنا كنت أشارك في مؤتمرات وندوات مع جمعية المهندسين الكويتية، لجنة شؤون البيئة، وأثناء ما أنا كنت أشارك بأكثر من جهات تبلورت الفكرة وقدمت الفكرة حق وزارة الدولة لشؤون الشباب، وهم اللي ساعدوني. إيه؟ طيب، أول مشروع قمتوا فيه، أول مشروع تطوعي عملتوا فيه بعد النشأة، يعني ذكرتي النشأة كانت في الجامعة الخليجية في البحرين، والآن بدأت الآن خوض هذا الغمار. شو كان المشروع الأول في الدخول في موضوع الثقافة البيئية؟ أول شيء أستاذي، قمنا في ندوات تطوعية تبع جمعية المهندسين الكويتية لجنة شؤون البيئة. قمنا في أكثر من ندوة توعوية في مجال النفايات، طبعا لأن هي أكبر مشكلة تواجه الكويت. بعدها قمنا بانطلاق مبادرة إيكو أب، هي كانت أول رحلة بيئية كانت لنا في جزيرة كبر أم المرادم. كان معنا مشاركة 25 شاب مع الدكتور خالد العنزي من الهيئة العامة للبيئة. كان الهدف من هذه الزيارة هو توعية الشباب الكويتي وإشراكهم في المبادرات البيئية. كان في رحلة غوص، وجزء من الشباب انقسموا قسمين، قسم غاص وتعرف على الشعاب المرجانية وتنظيم تنظيف قاع البحار، والجزء الثاني يعني في عمل ميداني أيضا. إيه، في عمل ميداني. والجزء الثاني كان يساعد الدكتور خالد العنزي في تنظيف الشواطئ وتثبيت حاويات النفايات. نعم. في الجزيرة. فريق العمل كم عدد الأشخاص؟ طبعا احنا اعضائنا 25 مع دكاترة من جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة معنا. الانضمام لهالفريق مفتوح للجميع ولا هناك شروط معينة؟ لا، للجميع طبعا، بس فئة الشباب احنا مركزين عليها. شلون تشوفين ردة فعل الشباب الخاص بمثل هذه المبادرة، اقدر اقول النوعية المهتمة بالتثقيف البيئي؟ يعني العمل التطوعي يكون هناك جوانب اخرى، ولكن لاول مرة يكون هناك جانب
التثقيف البيئي، شلون ردة الفعل الشباب اللي شاركوا معاكم في هذه الجزيرة واللي طلعوا في هذا الموضوع واللي كان هناك ندوات وأيضا عمل ميداني؟ طبعا استاذي وايد لقيت تجاوب من جهات حكومية وخاصة مهتمة في المجال البيئي مثل كلية العلوم الحياتية، دكتور محمد الشواف، دكتور بدر العنزي، أعضاء فريق نادي أوتو، راشد الفرج، محمد العايدي، عبد الرحمن الشمري، وأكثر من جهات تطوعية أخرى تجاوبوا معنا في هذا المشروع. كانوا الناس سعيدين أن في جزء مو بس نظري، إحنا عندنا ورش عمل أثناء الرحلة، لكن الناس تحب تشوف أكثر ما تقرأ. يعني ملوا الشباب ان انت تعطيهم ورش عمل بس ما تسمح لهم بتطبيق جزء من اللي ياخذونه في ورش العمل، فاحنا عندنا ورش عمل بلس انك انت قاعد تطبق شيء في ارض الواقع. نعم. هذا كلام يقودني للسؤال وبصراحه، هل لدينا ثقافه بيئيه؟ اللي قاعد اشوفه الحين وايد، ايه في وايد ثقافه بيئيه مرتفعه بالكويت. شلون؟ شوف، أول شيء إحنا ركزنا على فئة الشباب، لأن الشباب يبون فرصة لتنفيذ ما يدرسونه على أرض الواقع. في دكاترة وايد متخصصين في البيئة، ولكن مجالهم إن هم قاعد يركزون على student as student، ما قاعد تشاركه في المواقع الميدانية. الشاب يبي يدرس ويطبق. يعني أنت لما تعطيه فرصة إنه هو ينظف الشاطئ، يغوص، يتعرف على الشعاب المرجانية، يزرع، يشوف شنو الطاقة الطاقة الشمسية عن قرب، هني راح تشجع إنه يعني يدرس أكثر. فإحنا عندنا ثقافة بيئية في الكويت، ولكن يبيلها تركيز من جانب الإعلام وتوعية أكثر. المشاريع المستقبلية، يعني هناك أكيد مشاريع في المستقبل راح تقومون فيها إن شاء الله، أو خطط قصيرة المدى، متوسطة المدى، طويلة المدى؟ أول شيء إحنا مشروعنا الحمد لله بفضل من الله قاعد يتطور. في شركات داعمة دشت معانا جديدة، منها شركة الشركة الوطنية للبترول KMBC الكويتية، ودشت معانا الحين تلفزيون الكويت تبنى الفكرة وراح هو ينتجها إن شاء الله. وايد جهات مثل جامعة الكويت، كلية العلوم الحياتية، جمعية المهندسين الكويتية، الهيئة العامة للبيئة معانا الحين. فالحمد لله في تجاوب وايد من جهات حكومية. في البداية ما كانت مؤمنة بالفكرة، بس بعدين لما شافوا إن إحنا فعلا شباب جادين في نشر الثقافة البيئية وتوحيد الجهود البيئية في الكويت، الحمد لله تعاونوا معانا. يعني ما شاء الله أنت أكيد متابع الآن الشأن الشبابي والشأن التطوعي، هل كثرة الأعمال التطوعية والمشاريع التطوعية ظاهرة صحية بوجهة نظرك؟ أكيد هو تطوع أساس كل شيء أستاذي. إذا أنت عندك وقت فراغ ليش ما أنت تتطوع وتفيد ديرتك يعني ومجتمعك؟ يعني أنا أشوف التطوع جزء من عمل، يعني عمل الإنسان اليومي لازم. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أشجع كل الشباب الكويتي أنه يبادر في تنفيذ حتى لو 10% أو 20% من الأشياء اللي قاعد يدرسونها. يعني لا يتحججون يقولون ما عندنا فرصة، ما نقدر، ما حد تقدم لنا دعم، ما يعني وايد أشياء تصادف الشباب عشان يطبقون فكرة على أرض الواقع. فأنتوا بادروا وروحوا وسألوا وشوفوا، راح توصلون اللي أنت تبونه إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك أستاذي. شكرا على وجودك معنا في هذا البرنامج. يعطيك العافية، مشكور. عافيك إن شاء الله. كل الشكر والتقدير للمهندسة أسماء خالد العنزي، مهندسة مدنية ماجستير علوم بيئية، وكان الحديث عن مبادرة إيكو أب لنشر الثقافة البيئية. فاصل ونواصل من خلال برنامج مساء الخير يا كويت.